في انتظار تسليم درع الدوري. فرحة ما بعدها فرحة طبعا للجهاز الفني واللاعبات، ألف مبروك نهلة سامح في انتظار تسليمها درع الدوري من الكابتن محمود الخطيب، هيسلمها درع الدوري طبعا. ألف مبروك للنادي الأهلي الحفاظ على البطولة للعام أو البطولة رقم 39 في هذا الموسم 22-23. مبروك لاعبات النادي الأهلي، مبروك الجهاز الفني على المجهود الرائع اللي اتعمل. ألف مبروك لكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته بالكامل على هذا التتويج. مشاهدينا الكرام، عادي شفنا مع حضراتكم نهلة سامح طبعا واللاعبات، فرحة ما بعدها فرحة. أعزائي المشاهدين، ألف مبروك للنادي الأهلي، وسعدت بصحبتكم وكنت معكم حمد السيد، وإن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة كابتن محمود الخطيب نزل معهم أرض الملعب عشان يحتفل معهم بالبطولة. كابتن بيبو طبعا من أشهر مشهور في النادي الأهلي، بيسلم طبعا ميداليات الأمة ادوها له فوق ليهم مرة تانية. حقيقة يعني لفتة جميلة من اللاعبات، ويعني الكابتن محمود طبعا غني عن التعريف ومعروف عند الناس كلها بمختلف طوائفهم، كابتن محمود الخطيب. ميدالية الأخيرة لكابتن نهلة سامح، تتويج للنادي الأهلي. ألف مبروك لنادي القرن، نادي الأهلي البطولة رقم 39 في تاريخه. مشاهدينا الكرام، كنت معكم حمد السيد للتعليق على المباراة وتتويج النادي الأهلي بالبطولة، وإلى لقاءات أخرى قادمة مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.